اون فيت بكري وحنا ندورو ما نجمش نمشيو لغاديكا. بسم الله يا ربي عاملين وحنا نبعدو. شو الشعر ثم نحشي باش ما نتصور بزو من هكا البيبي تجيب صحشخه اكثر هكا بطن هكا. اي لي بسم الله حتى انا تلام دخلت 2000 شكرا عينينك حلوه ما خرجتش على الانترو فهمت جوك باهي طنطام ليش دخلناه مازال بحال مليون حسنا قبل ما نخباوها هناك السلام عليكم مهارك علي بابا اللي نور علي بابا ما سمعناها شو جديد على طول جمانين جايز صباح النهار جميل اني رجعت لكم فيه رجعت نعملكم في فلوج وي بعدي كنت نقولكم شو نعمل في نهار اليوم توي كنت جست خلينا نعملكم اوتفيت شيك والفلوره مش نوري عليها برشا عملتها فاسون مساسا نعملها ديما بعدين قلت شيماء اختارنا منها حيرة بين تو تشويس بالساك اسكو نلبس هذه هكا وهي فيها راهو كاين هكا فاكري تركب اور نسيت باقي نتاعي واني رايحه نسيت باقي واني رايحه تو اجي ونحكيوا نحكي لكم شيء مشنو الاوفر ثينكينغ نتاعها الايامات هذه حط نبدل تليفوني والله مش خاطر خايب راه مش خاطر خايب شفت كان جيت نستعمل فيه جوست هكا كسوشيال ميديا وكهو اوكي عادي روحو على الاخر مي اني نستعمل فيه الاكثريه للتصوير يوتيوب كملت حضرت روحي متصدره في الساله لي طونك الاف تكلمني وتقول لي اللي هي حضرت نكمل نحكي لكم علاش انا نحب نبدل تليفوني نحب اني عندي يوم فات اكسس ناس ما تسمش في الايفونات هو 10 اوكي ف 10 بالحق لا فوكس مريقل لا حتى شيء انا اكثر حاجه نحب عليا هي الفوكس المهم نحب حتى نبدا قاعده نصور هكا نبدا نتلي هكا فما حتى شويه كل الباك جراوند فلو والله ريلي نيدت زيدا وشنو نحب حاجه اخرى زيدا نحكي لكم نحب نشري ساك لابتوب توت باك صحيح اني شريت ساك نهاري كمشيئين اما الساك كي شريتها مشيئين وقتها تقطعت اوكي واني ما بلبستها تقطعت باهي هي تقطعت وني ما لبستهاش نورمال اي حتى مره ما زيتها وهي تقطعت نورمال فنحب نبدل الستايل شويه ما نحبش نشري وحده نتاع ظهر اون فيت نحب نعدي برشا وقت مع ايليف بالحق شفت انه اني بعد ما عملت الفولاره ورو هاي اوف لوت اوف ميموريز بالحق ما عندناش ذكريات مع بعضنا فهمت ف حبينا هكا تو جاست كيب ات باي ذا واي نحيت البريسز والله عجبتني الريزلت على الاخر بكري كمان نحكي وما بقعد لك من ناحيه البريسز وين الناس اللي تشك اسكو اني كنت عامله باري ولا لا نعطي في الفيديو نقدم نشوف اني اسكو عامله باري ولا وي عامله باري ونحيناها فاينلي معانات اما كمان مازال عندي معانات من الداخل مازال عندي معانات في الليل وي مازال انا في كلمتين قلتلي شيء ما اخرج فاني يعني خارجه بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله طب الحق نجم نخرج قلت لكم شو مستنقل بالراس لبرا بايدوي تحايلت على روحي هزيت معي تريبي على خاطرني ما نصورش عرفت ننسى باش نصور نعدي هذا التليفون كاف هزيت تريبي باش نجم نصور بيه نذكر اني قاعدة نصور في فلوق ديما يا نبدا فلوق ما نكملوش يا نحشي باش نبدا نصور دام توك عندي تريبي تلقاني كنت درجة شو مدى نصور ان شاء الله جوست باتري متاعي ما تطيح ليش تحسها بزبز هومن هكا حالا بزبز بس هكا بالقاعدة اخي براسك How are you? Fine by the first location مش تكون شو اسمه هو؟ قلنا نبغي احنا عاملين ليستة وفجت بكم لا طبعا بعدين كيف نخفوا في البلاصة الأولى نوريهم ليستة اللي احنا عاملينها بالماكلات اللي باش ناكلوها دونك الفيرست لوكيشن شو اسمه؟ باشا اوكي عاملين ليستة
شنو احنا مش عارفه من حاجه فهمت كم كان باش نمشيو نورمالمون نورمالمون جواجم مقيدين جواجم احنا في البان شوكولاته وي كدان نمشيو ناكلو جواجم جواجم عند عم سالم في المستير واللي يعرف المستير يعرف عم سالم تاع المستير المهم فما هكاك ال 1% يفهموا كيف عبد يشوف دروك تعداو بحذا في الفيديو يعملوا لي فلوجيو فما كل 1% هكا يفهموا انت واش قاعده تعمل فهمت فما كل ريسيو ثاني عام سالم شو نلقاو عندي بيجم فريشكا نتاع اليوم احنا ما ناخذوش بالبنة راه ناخذ بالسوم بيتخن العام سالم الحقيقة احنا ناكلو بفلوسنا اما بعينينا زاد المهم فتاش مشو نلوجو لوكيشن اخرى وين يعملوا جاجم والا شو ناكلو لبلابي خاطر عندنا لبلابي زاد في الليستا اوكي حبينا نعملوا فكرة هكا مزيانة باهية يعني ناخذ حتى طن نحطها في صحفة لبلابي هكا تجي مشخشخة أكثر صحفة لبلابي تجي مشخشخة أكثر هكا بالطن هكا أما الحقيقة حق الطن يجيب لنا صحفة لبلابي أخرى نو it's not worth it الحقيقة باش نشريه حق صحفة لبلابي أخرى وهذا طن احنا كنا هنا في مونابري ومتاع لبلابي ما بعدي ايوان يا طاهر شكرا حب شكرا شكرا عينينا كلوا انت ما تحبش لما الحياه ماكس لما هون لما هناك واحد واحد استناني في بنات وحب قلنا ملوط طنطو كم تجربه حتى لما دخلنا حس على قعلوج صاحبتي البلابي كل شيء وقتني يا صاحبي دان ذكرني بعدين شطبوا عليه في الليستا مش كل شيء انا وجعتني معناها مش رجميه ما قلت هي حرة بالحق it's worth it worth it worth it على الاخر انك تعمل صحفة لبلادي عصباح الثانية بانكا شو نجد فلوس اليوتيوب صورة جي نهار مش فلوس يوتيوب خاص دي خاطرة اليوتيوب شو نجد فلوس بقى لا علينا فيها فلوس شنو فلوس مهرة شنو عرس بها قرة عيني يا الله يا كريم بانكا دان طويكا جوست نمشي نعمل دورة هكا خفافي باش نهضم الاكلينان باش من بعدين كيف نزيدو خاطر بالحق ليست طويلة حرفيا معناتها باش كيف بعديك ناكلو كروش ما ترجعناش وراحو سلامات قلت لهم اصلا اني ما عنديش ميموريز اني وياك بالفولار جوست حاب نعمل ميموريز اني وياك بالفولار ما خلطش على الانترو فهمت جوك بيك ندخلوها بدك تعريف ما نش نتيجي يونيت ندخل برجولي نطلع الفوق بكل برجولي 5000 هوني لي 5000 نخت بعدي كعبة ملاوي خمسة خمسة خاتي بعيش أسمع أسمشي أسمشي له هكذا نبلغي له طن طن سيرش دخلنا بيا خليهم الناس تفهم شنو هو ريبات ريبات هذا نحكي عليها إحنا متحف ولاف مش متحف هكذا أي مكتوبة ميوزي متحف كيف هذاك هو شنو هو ريبات إحنا نحكي عليه أصل علينا ما صار حديك ما حبش تدخلنا هنا هواها الرباط ها مش لازم ندخلوكم الداخل نوريكم الرباط كيف انه شنو عليكم الباب ايه في it's not worth it الحقيقة باش ندفع 5000 ها هو الرباط ها 8000 قد الراس محطوطة وليس ستاديون بخمسة دخلناكم من الرباط والله إليها فيه كانت شد السيح فيها على الاخر والله ما كنتش باش ندخل لها ها اما خاطر نتلام دخلت 2000 اي حقيقه ما عنديش معلومات عليها الرباط شنو فهمت صحيح طبعا دينا نركشوا لكم الفوق ثم سوا مع اي هايكا 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 احنا طاش نمشي نطلع الغادي كاني ويلاف تعملها اين عملها
شكون بناه؟ كان تقولوا برقيبة حطوا أ ليه؟ تقولوا شيماء مازال بحال مليون تحسنا صاحبي نمشيو لغاديكا اوكي احنا صحيح قرابين وبرفع لف مي ثم هذا اوكي فاستراسينا ندورو هاكا بس لازم نمشيو للبرج من غاديكا وان شاء الله نجمو نمشيو له ما قربناش للبرج باقي البرج بعيد قبل كانوا يتخباو هنايا شوفوا شوفوا الحرف يا عمي قبل كانوا يتخباو هنايا كانوا يقمروا بالمقرونة بداو يقمروا بالمقرونة من هنا اللي تحب تنسى لكس جات الرباط لكس السلام عليكم السلام عليكم سالو الكلب اللي تعرف شكون تقول الصديق داك تعرف شكون هو انا قربني له باقي قاعدين بعد عليا البرج السخط بي احنا قاعدين نرمو نزيد نخربوا له نرمو حنا نطلعوا له وعليا ضيعتها هو اي ليف اي ليف شو تعمل ثم شنو ثم غادي بسم الله ما غارت علي بابا يا نوع علي بابا واو حرفيا صار فيها كليب تجريبي بسفساري هندي واو 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 الى تكلينا صحفه الابدابي باش نهضموا هذا الكل رانا ما كناش برشا لا ضمنين وصلنا شنو قلينا بالحظ واحنا جوست تكلينا صحفه الابدابي برجع من المنزل نبعدوا عليه ماشي بان احنا قاعدين نقربوا اما احنا نو قاعدين نبعدوا اكثر طب كان نهار هكا هكا حبيت نعمل فيديو كليب ما غير غنايا نرمع لك فيديو كليب بالضبط غنايا نجي نعملوه هنا حاسو تي اي ما نش نش نقول لكم جيت خذت معنا الكاميرا نانيا عافينا رايح البلاصه نايس معناها شنو جديد على طول حطمنا حنا نمشي لغادي وفات بكري وحنا ندورو ما نجموش نمشيو لغاديكا بسم الله يا ربي عمي احنا نبعدو بسم الله انتو في قريبة والله ندورو بقداش من دارها باش نجمو نوصلو شتني هذيك عشتنا بها احنا راه اه صح يا بابا بكري طلعت راه امشي منا برا نو طريق السعادة استنى خلينا نمشي تاريخية كيف من هكا يمين يا من تشرخش نجي على اللي فلتين انتي حون الضحرجو نسمية امشي اصحاب الكهف يقولك على راف الضوء سيبوا وصلنا احنا كاكا راف الضوء سيبوا وصلنا يا ربي تعب 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 صار فينا راف صار فينا راهو راهو مصد طلعت لهنا كما اقرج مية بحاحد هاك شو نعبدوه كنا قز مسير لشي هبوط هبوط اسهل بيه خلنا نوريكم الفيو اللي احنا قاعدين نشوفه فيه الفيو الاولى قاعدين عندكم البحر اللي هو يهب اللي احنا طاوة ندمين ناكل في صوابعنا ندم انه ما جبناش مايو باش نعومو والله ايه وبعدين عنا غاديكا هكا ديارنا المال وريفر انا مغاديكا هذيك جامع برقيبة وي هذاك هكا جامع برقيبة لا شنو يقولون هذيك البلاصة هي ساحة برقية ساحة شهداء مشهورة باش البلاصة هذيك انا عارف نسيت شنو نقولوا لها وبعدين عنا هنا هكا جبانة من بعدين عنا مارينا على الفكرة اللابوت it's too easy اوه ايزي على الاخر اوه مش نخسر رجلي اوه مش نخسر رجلي اوه احنا اثنين نصوروا في ريل ما نسناش نصوروا احنا حاجتين على بعضنا ولا حاجه من اثنين عرفتك اللي هبطنا وخرجنا وروحنا من فخنا ما خطر على انت احنا مسير وحده الرباط اي ها هو الرباط دائما برا دونك تويك خرجنا من الرباط البحر ورانا وجبنا بجنبنا اللي ورثهم لكم تويك من فوق وين يلف في ناخذ شرب خاطر بالحق عطشنا 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 ما توصفش شوف فما حيدة لبسين بالباهي لبسة صحيت وأحنا ديجا قاعدين نصور في يد متاع نرجال ديما ديما حاسب علينا بقى نشون ليش مالي نغني وهولي فيديو كليب المهم فهما لبسين بالحق حاجة تجد تخرج على
الريل بتاعنا اوكي. محلاها محلاها موهومه كعبيتك وجهك انسان ياسر محلاها. مفطور ريحه البحث على حاجه تشرب لنا على خاطر الماء ماشي 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 فما ذي كاس ما يحبوش كاس اصلا ديني صحيت شو ناخذ ما ياخذ بعد محطة المترو. وإيش نعبط نمشي وندورو في قصر هلال وسوق قصر هلال وما أدراك ما سوق قصر هلال وشكون في تونس هذه الكل يعرف سوق قصر هلال. أحنا في الآخر من السوق قصر هلال. لا لا أسمشي نشري والله عندي حالة في مخي نحب نشريها فطوي كان نمشي ناخذ المترو إن شاء الله وبعدين نعبطو قصر هلال وندورو بيهم في السوق. المترو يجي سبعة المترو يجي سبعة وإحنا طرف المحطة والمحطة ماشي معبية حتى طرف فارغة فارغة على الأخر المحطة لدرجة إنه مش ناس تغزر معناتها وين صار جري هكا ندهدص مش حتى التليفون يتشجع عند واحد يبيع في الماء معبية جملة مش معبية جملة المحطة إحنا مشنا باش نوقفوا جملة احنا طوى في دار جديدة في المدينة زايد احنا طبيك وصلنا القصر هلال بيدوي قصر ما تبعتش برشا على ديارنا وين احنا سكنوا كيف جست حابين هكا تكون الاستاسيون نهبطوا فيها نهبطوا هنا اكزاكتامو فكان ما صورتش عفوا راهني ما لقيتش وين شارج تليفوني خاطر تليفوني بكريكا في مستير كان 20 جست حطيته عند واحد غادي كما انت في اللانجار جا قلنا جيته في 30 صحيح قلنا لهم ايه وطوعوا تحمر اخر 20 معناتها في اي خاطرني استعملت ولقيت اني علاش ما عاودتش علاش ما خطاني منها هاني قاعده ورشي عم دوره حسيت ما جيتش حكيت معاكم جيت قلت لكم حتى شيء جوست علاش على خاطر تليفون تاع شارج اس فيرست السكند بالحق مش قاعده نلقى في حد شيء نحب عليه ظهر لي فيه شتلك في مقال تليف شنو ندور ندور نشوف ناخذ شيء صار فيه اللي عندك ليه بالحق مش تاع فيا عندها سابعة نص على ست زي لف سابعة فاتتها هكا بدرجة هكا فاينلي لقيت السروال أحلامي والطقس بدا يتبدل على فكرة شو نعملوا شوفين في البوتيك هذايا أسامه مش ندعنا أنا بعد قليل ثم تخنم إلى فقدها وسروا الأحلام شو قلت لك أيني؟ سلم أحلامي حط الفلوس فلوس هذوكم أحلامي زادة وات باهي شنو نعملو توا الاوترو سي بون وفي نهارنا وفي البلوج بالحق وجوهنا تنجموا من وجوهنا تفهموا احنا قداش ان شاء الله تكونوا استطعمتوها استمتعتوا استمتعتوا بي يو انجويت اوكي فهمت وجهك فهمتي